صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم 13 تموز. مع انطلاق موسم الاصطياف، المسابح الخاصة، فنادق 5 نجوم وجنون بالأسعار. يوم أرمنة بدوما ضمن مهرجانات صيف دوما، بالإضافة لمحطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن غسان أبو دياب، مؤسس المنتدى العالمي للأديان والإنسانية، لنحكي معه عن نشاط رياضي بيحمل عنوان معا ضد العنف والتطرف والمخدرات، بشارك فيه رجال دين من مختلف الطوائف، وأيضا الفنانة كوزات شديد لنحكي معها عن حفلتها على خشبة مسرح مترو المدينة. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ وسام عبد الله. صباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. تفضل. نعم، هلا بالنسبة للحالة العامة، نحن بعدنا ضمن إطار طقس صيفي ورطب عم بيكون مسيطر على الحوض الشرقي المتوسط اليومين اللي جايين. نعم. طقسنا اليوم وبكره بعد بكره حيكون بشكل عام قليل الغيوم الى غائم جزئيا. الضباب على المرتفعات دائما حيكون موجود عنا بسبب الرطوبه اللي عم توصل ل 90%. فهالشيء دائما عم يخلينا نحس بحرارات شوي عاليه، وبطقس كمان رايح اكثر لصوب الاحساس بالشوب اكثر. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم عنا هي 31، ممكن نوصل على الساحل. بالبقاع ممكن نوصل ل 37. يبدو انه البقاع شوي حرارته عم تكون مرتفعه اكثر. نعم. بس بالنسبه للرطوبه عم تكون اكثر قويه بالمناطق الساحليه والمناطق الجبليه. الهواء عم بيكون جنوبي غربي، سرعته من 10 ل 35 كيلومتر بالساعه. بالنسبه لحال البحر، منخفض ارتفاع الموج وحراره المي عم بتكون 27 درجه. اوكي، رطوبه قد ايه عم تكون لحتى هالقد رح نحس بالشوب كمان؟ ايه 90% عم تكون، عشان هيك قلت هالقد عاليه الرطوبه. صحيح، عشان هيك عم بيكون احساسنا بالحراره شوي هاليومين ثلاثه حيكون شوي اعلى شوي بالنسبه. طيب هل موجه الشوب لاي متى رح تبقى مستمره؟ هلا ممكن الاربعاء تنخفض درجات الحراره شي درجتين او ثلاثه، ممكن تكون خاصه بالمناطق البقعيه، بس نتيجه الرطوبه العاليه ما حنحس بالانخفاض. لو نعم نعم. اوكي، يعني طيب نقول بعدنا ضمن اطار صيفي يعني مقبول يعني لحد هلا. طبيعي يعني نشهد هالتأس. نعم. بهالفتره. نعم. اوكي، يعطيك الف عافيه، نحن بكره بنحكيكم. اهلا وسهلا فيك اهلي. صباح الخير جوال. صباح الخير لك، لكل يلي عم بيتابعونا. رح نعمل جولة على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت. اليوم 13 تموز 2018، منبدأ مع النهار يلي استبعدت السياسة بصورتها الرئيسية وضوت أكثر على المهرجانات يلي انطلقت بلبنان، وحكيت بالتعليق يلي كتبته تحت الصورة عن مختلف المهرجانات يلي انطلقت. صورة من مهرجان بعلبك يلي عمل انطلاق حفل فاندريزينج جمع فيه الموسيقي خالد مزنر مع جوقة قديسي رفقة، بالإضافة لمشاهد من فيلم نادين لبكي كفر نحوم، وصورة بعنوان انطلاق مهرجانات صيف لبنان 2018. أما في العناوين السياسية، جمود التأليف وتفاهم مع راب إلى غرفة العناية، لقاء اليوم بين بري والحريري وبكركي على خط احتواء الاهتزاز بين التيار والقوات، جنبلاط في رد ضمني على باسيل، أوقف البوارج التركية السبب في عجز الموازنة، المستأجرون يرفضون اقتراح المستقبل للتملك، النظام يحاصر جيب المعارضة في مدينة درعا، إردوغان الرئيس التنفيذي الأول لتركيا يتعهد الحفاظ على علمانية الدولة، المنتدى الوزاري الصيني العربي في قلب حرب العملاقين الاقتصاديين، وبافتتاحية النهار بقلم رشيد درباس للصبي أمهات عدة، وبختم بمقالة لسفير وان كيجان يدا بيد لدفع التعاون الصيني العربي وبناء الحزام والطريق. جولتنا نتابعها مع عناوين صحيفة الحياة. دمشق تطوق درعا وتحاصر آلافا، الحشد الشعبي يعلن قتل مسؤول الأمن في داعش بسوريا، نواب محافظون يلوحون بعزل رئيسة الوزراء، خطة الطلاق مع أوروبا تطيح 3 وزراء في حكومة ماي، 716 قتيلا من الميليشيات خلال أسبوع، التحالف يتهم حزب الله بتزويد الحوثيين منظومة اتصالات،
شكلوا خلية لتنظيم سري واستهدفوا مراكز أمنية، القتل تعزيزا لسعوديين والسجن لثالث، أثاروا شغبا في القطايف والعوامية. تطابق عد الأصوات 90% والحوارات لا تفرز الكتلة الأكبر العراقية. إردوغان يتعهد لدى تنصيبه إحياء حضارة تركيا، وبعنوان أخير في الحياة ماكرون يخطب في فيرساي بحثا عن نفس مغاير لرئاسته. إلى عناوين صحيفة المستقبل، الحريري يستأنف المشاورات ليبنى على شيء مقتضاه، اتصل برئيسي الجمهورية والمجلس، وعون يترقب ولادة الحكومة بين عشية وضحاها. موقعة الجارين الأفضلية لمن يسجل أولا ضمن أخبار المونديال. في عناوين أخرى أيضا بالمستقبل، نزوح الألاف من ريف درعا ومئتي ألف على حدود الجولان. انتفاضة العطش تتجدد وشعارها الموت للديكتاتور. خاتمي يحذر من سقوط إيران. عدنا 100 عام إلى الوراء. التحالف العربي لدينا أدلة على تورط حزب الله في تدريب الحوثيين. حزب الله وملف النازحين، تسجيل أسماء أم نقاط. موسم حصاد القمح بقاعا، نتاج واعد واحتضان من الدولة. المستقبل تقترح هندسة مالية لا تكبد الخزينة أعباء من أجل حل أزمة السكن. وبختم بقلم أسعد حيدر، المعركة في درعا والمساومة في الجولان. إلى الأنوار، وفي عناوين، جملاط يرد بعنف على كلام وزير الخارجية عن النازحين. فشل مفاوضات المعارضة مع الروس حول مدينة درعا. استقالة جونسون ووزير آخر من الحكومة البريطانية. وبقلم المحلل السياسي، بعد النزاع على الحصص في الحكومة أين حصة الناس فيها؟ تونس تودع شهداء الاعتداء الإرهابي. أمير الكويت يعقد 7 اتفاقيات مع الصين. إردوغان يتسلم صلاحيات رئاسية مطلقة. وبالأخبار الاقتصادية، 1.3 تريليون دولار قيمة المخزون من المعادن في السعودية. وبختم مع رفيق خوري، أبعد من سقوط تفاهم مع رب. جولتنا متابعة مع عناوين صحيفة اللواء، ولادة للحكومة متعسرة، والحريري لحل العقد أولا، بري يلوح بالورقة النيابية، والمصارف برفع الفائدة، وجملاط يحمل باسيل عجز الكهرباء. إسرائيل تهدد الأسد برد عنيف على أي انتشار في الجولان. النظام يحاصر جيب المعارضة في درعا على وقع عمليات النزوح. الأحمد على رأس وفد يصل دمشق للقاء مسؤولين سوريين وفلسطينيين. روسيا تبلغ عباس فلسطين دولة وعاصمتها القدس الشرقية. المقاصد وأخواتها إلى أين؟ وبختم بقلم العميد الركن خالد حميدي، تفاهم معراب والإمارة. من بعد اللواء نوصل إلى صحف باللغات الأجنبية وبترجمة لعناوين The Daily Star، الحريري بري لمناقشة مشكلة التشكيلة الحكومية. إسرائيل تعلن فرض عقوبات على غزة بعد الحرائق الحدودية. ورياضيا حول أخبار المونديال، فرنسا مستعدة لمواجهة التكتيك البلجيكي المفاجئ. ومنتابع مع لوريان لوجور، وبعناوين لليوم، إردوغان سلطان حديث وأب جديد للأتراك. هل يريدون الروس فعلا خروج الإيرانيين من سوريا؟ نقاط القوة والضعف في اتفاق معراب. بعناوين صحيفة الشرق لليوم، فرص أحياء اتفاق معراب شبه معدومة. التأليف عالق في عنق زجاجة الأزمة. محمد بركات، المقاصد لا تفلس ورأسمالها خريجوها وأعضاؤها. لا أساس لمعلومات عن هزة أرضية مدمرة. أعضاء في الكنيسة يقتحمون الأقصى. استقالة وزير خارجية بريطانيا. السلطة الفلسطينية ترحيب بالبديل الصيني لصفقة القرن. ومعصورة رئيسية للرئيس الحريري عم بيطلق النسخة الثانية من صيف الابتكار امبارح، وصورة حملة عنوان لدينا إمكانات أهم من النفط. وبختم بقلم عون الكعكي، وللتفاؤل أسبابه. جولتنا متابعة مع الشرق الأوسط، حزب الله زود الحوثي بمنظومة اتصالات عسكرية. التحالف، إيران تنقل الأسلحة إلى الانقلابيين عبر جنوب لبنان وسوريا. محاولة لكسره اليوم بسفينة جرحى، إسرائيل تشدد الحصار على غزة. اتفاق على تعاون سياسي وأمني واقتصادي وثيق، إثيوبيا وأريتريا تعلنان نهاية الحرب. طهران تسحب أرصدتها من الخارج تحسبا للعقوبات. انقلاب على اتفاق الجنوب يحاصر المعارضة بدرعا.
استنفار سني لمنع غلق جمعية المقاصد الخيرية بكركي تدخل على خط الأزمة المسيحية في لبنان. ونختم جولتنا مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت بالعنوان الرئيسي: المنطقة أمام تحولات وفي لبنان لا مبالاة. التيار للحريري في الانتخابات قاطع القوات وإلا. إرسلان المنتفض للجمهورية: كفى ولدني. ماذا يحدث في كواليس التمديد لليونيفل؟ ورياضيا الحرب تنطلق اليوم بلقاء ناري بين بلجيكا وفرنسا. أما بالصورة الرئيسية: إردوغان ولاية جديدة بنظام رئاسي. ومع الجمهورية منكون عم نوصل لأول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعد جوال بتلاقينا مع المحطات الثقافية والفنية، خليكن معنا.